طيب برضو يا استاذ محمود، في اطار هذا الموضوع، الى متى سيظل هذا هو الشكل العام اللي هو الهز في استقرار النادي الاهلي في ظل ان النادي الاهلي، طيب ما هو النادي الاهلي يا جماعه هيرجع يلعب في دوري ابطال افريقيا وبعدين يرجع يلعب في الدوري وبعد كده يرجع في الناحيه الاخرى ثم يعود ويرجع يلعب في كاس العالم للانديه. كابتن ما احنا متفقين على الكلام ده وقلنا لك انه الوضع، وقلت لك الكلام ده كل مره نقعد مع بعض نقول لك هيبقى الوضع كما هو عليه، انت رقم واحد، فالهدف للكثيرين والغالبيه انه يعني البعض بيتم خداعهم بشكل اخر ان هم اهلاويه من خلال ايه، حاجات مضروبه وحاجات احنا شايفينها. طيب هل الكلام ده المفروض ياثر؟ لو اثر تبقى مشكله. لو انت تاثرت بالكلام ده، الفرقه في اداء متذبذب والناس متضايقه وزعلانه ومفروض تشوفوا الكلام اللي بيتقال وبتقوله الاستديوهات، مرحله ثبات التشكيل ومرحله التغيير ومرحله كمان اللعيبه نفسهم داخل فرقه الاهلي محتاجين ناس كتير تعيد الحسابات مع نفسيها، اللعيبه نفسها طبعا محتاجه فعلا. الجمهور مش يعني اذا صبر عليك مره واثنين واداك فرصه وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه مش هيصبر عليك بعد كده ليه؟ لانك انت لو شفت من سلبيات التدوير يا كابتن وعدم الانسجام، يعني في حاجه تصرفات في المباراه وباصات غريبه جدا من لعيبه كبيره مع محسوبه، بتبقى المساله ما فيش، فلما حصل عندك الانسجام والتناغم في الموسم اللي فات حصلت النتيجه اللي هي 10 من 10 على كافه الوجوه وبقى المشهد. لما يحصل عندك، انا كل ما اخشى حاجه واحده بامانه شديده، كل ما اخشى على مستقبل الفريق وقوه الفريق انه يتاثر بطلبات بعض اللعيبه، انا مش عاوز اقعد على الدكه، لا تقعد وتلعب حسب حاجه الفريق وتلتزم بالارتباط مع الفريق وتكون جاهز في اي وقت الفريق عايزك فيه وحسب القرار رقم 1 و2 و3 للمدير الفني. وعاوز اقول يا جماعه طبيعي جدا كل فرق العالم، مش عاوز اقول اللي احسن مننا في الكوره، بتتعرض لهزه واثنين وثلاثه والكلام ده كلام، لكن هو القدرات ايه؟ ازاي انت تعدي الهزات دي وتخرج منها سليم؟ هو ده، وتدافع عن نفسك وتقف على رجليك والناس تستعيد مستواها والناس تفكر ايه السلبيات وايه المرحله دي، ايه اللي حصل، طب ايه المشكله، دي الحاجات اللي تتعالج يا كابتن. لكن الاهلي هدف، الاهلي هدف للكسرين، الاهلي هدف ان انا عاوز اعمل مشاكل واضرب مش عارف مين واخد من قصه مثلا حصلت في الحته الفلانيه وانسج منها حوار واعمل قصه وفيلم حدوته، يعني عاوز اقول لك ايه، هتكون مسار للاستفزاز، مسار لك انت محطوط تحت دايره الضغط. انا قلت لك يا عم انت قاعد كده في المقعد، انا عاوز اجيبك تحت، كفاياك بقى مش لازم تاخد كل حاجه، ما هو لازم نوقع منك واحده واثنين. ده احنا دلوقتي في ناس فرحانه انك انت خسرت السوبر وخسرت الدوري الافريقي في نسخه كان البدايه كانت فيها جيده جدا وكان الناس كلها متوقعه انه الاهلي في المباراه النهائيه وحصل عدم توفيق، ودي اراده ربنا، اديت اللي عليك شكرا، بقفل البطوله بستعد اللي جاي، عندي تاني في الموسم لسه عندي 5 6 بطولات في الموسم. فاعتقد ان الحسابات من مستر الكوره والكابتن خالد بيب والمجموعه لا محتاجه قفله، تيجي عليك فترة كده تقفل على فرقتك وتشوف بقى مشاكلك وتشوف حساباتك تانية مع كثير من اللعيبة اللي بيضيعوا فرصة واثنين وثلاثة، تعالج بقى اللي بيحصل، تعالج سلبياتك، تعالج الأخطاء، تعالج يعني الأخطاء، كل واحد تحط أقفل يعني إيه؟ نعم؟ أقفل يعني إيه؟ تقفل على الفرقة يعني تشتغل يعني عامل إيه؟ يعني أنا قصدي يا كابتن طبعا هو الإدارة الفنية صاحبة القرار، احنا تيجي بفترات كده تلقى كنا ايام مانويل انا شفت الكلام ده ويمكن حتى الالمان كان بيعملوه، ان لما بيحصل كده بتيجي عامل يوم كامل للفريق تشد على الفريق تخلي الناس تعيش الجو. انزلك من على السوشيال ميديا والفيسبوك ونزلك على ارض الملعب، كفايه يا جماعه النادي الاهلي بيوفر كل شيء وبيدي دعم لكل حد وبيوفر يعني نفس، يعني عاوز اقول لك ايه، كل امور مهيئه انك انت تادي افضل ما لديك، يعني خلي انا اديتك الثقه ونزلتك خليك بقى على قد هذه الثقه. ايوه انا خليك على قدم، انت بتلعب بتمثل الاهلي، ما انت لما تشوف لعيب كبير بحجم ويعمل باصه غلط مره واثنين وثلاثه وتروح منه الكره مرتين ثلاثه واربعه برضه حاله تؤكد انه انت مش مركز في الماتش او مش مركز في اكل عيشك ومصلحتك. فانا عايز اقول من هذه البدايه المتعرجه يستطيع كولر في العوده بعد الراحه الخمس ايام انه يعيد حساباته، لابد من انطلاقه قويه على صعيد دوري الابطال. عندك في مباريات سبعه الدوري، المباريات اللي تلعبها قبل ما تروح كاس العالم في السعوديه، لازم تكون حساباتك مختلفه، لازم تكون الناس عندها امل انك انت تستعيد صورتك الذهنيه الايجابيه الكبيره جدا بصوره وجماهيرك كلها منتظرك. فاعتقد وعندك سوبر اللي هيتلعب في شكله الجديد، يعني عاوز اقول لك ايه، مش عاوزين نثقل لكن هي مرحله صعبه تتم، لكن انت تتجاوز
دوري المجموعات بثبات عندك هتتعرض، خلي بالك مش هتبقى المهمه سهله، ما برضو في حسابات تانية كفاياك كده، انت 11 انزل 12 ايه اللي انت بتفكر فيه؟ احنا لازم نحاول. طبعا هيكون ده بقى بحسابات ايه؟ ان انا كل الفرقه تلعب قدامك، اذا كان طاقتها واحد تلعب بطاقه 10 يا كابتن اسلام. فده كله يتوجب عليك ايه؟ يتوجب عليك انك انت تستعيد الروح اللي كنت ماشي عليها السنه اللي فاتت. تستعيد من الاخطاء اللي حصلت دي، انه ناس كتير تقف على رجليها وتتحاسب على الكلام ده. تستعيد يعني ايه؟ ماتش الجونه عمل عند الناس حاله غريبه جدا، يعني كميه فرص ضاعت في الشوط الثاني غريبه جدا بالشكل، حاجه غريبه. يعني الاهلي يقعد قد ايه على ما يصلح مساله يعني الفرص اللي بتضيع دي؟ فرص غريبه واداء من بعض اللعيبه المفروض ان هم كبار ما كانش في الحسبان بالصوره دي. فانت هنا ايه؟ بتصنع نجوميه بعض الانديه، فتطلع الحسابات انك انت لعبت الجونه في اخر 7 مباريات ما قدرتش تكسبهم غير مباراه واحده وتعادلت 6 مباريات طبعا. وتصنع مدربين يخرجوا يتحدثون عن عبقريتهم في ايقاف كولر وفكره ومش عارف. فالحسابات دي كلها ماشي في كره القدم، ده جميل جدا انك انت تتعلم من الاخطاء عشان بهدف استعاده مكانتك المعروفه وادائك القوي اللي انت بدات بيه. مش عاوزين نعيد تاني يا كابتن اسلام البدايات القويه وبعدين نتجرر في انك انت تسرسب نقطه ورا نقطه في الاخر تتفاجئ بالمشهد. لا، الحسابات لازم تكون مختلفه الموسم ده.